بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبايب بإذن الله بصور لكم من محل العوفي. حبايب محل العوفي يحتوي على جلابيات قمصان بيتي، شراش في الصلاة وسجادية الصلاة. طبعا يا حبايبي نحن نركز على الجلابيات بإذن الله، لأنها يعني جلابيات ما شاء الله تصلح للمناسبات المختلفة. طيب يا حبايب، بس بدي أقول لكم حاليا اللوحة ما تركبت، لكن كيف تستدلوا على ذا المكان؟ هذا المكان مكان مكرم العتيبية، شارع الأندلس. شوفوا كده شو حبايبي، هو المحل قدام معرض اسمه معرض خلود. هذا محل عبايات يا حبايبي. شو حبايبي، شو حبايبي، لو وصلتوا هنا شارع الأندلس أدخلوا من هنا من عند لمسة أزياء أدخلوا هذا الممر، هتلاقوا هنا طبعا كذا محل. شوفوا هنا مثلا محل الملابس الجاهزة وسجاديد الصلاة والشراشف، وهنا هتلاقوا معرض الخلود. يا حبايب معرض الخلود قدامه محل العوفي. تعالوا ندخل نشوف الجلابيات الموجودة وأسعارها. طيب يا حبايبي ناخذ في البداية جولة بالكاميرا كده. شوفوا كده الموديلات المختلفة، ان شاء الله جلابيات تنفع لمناسبات، جلابيات بيتي، موديلات مختلفة يا حبايبي، كمان اسعار مختلفة. شوفوا كده. طيب يا حبايبي تعالوا نبدأ كده بداية قوية، نبدأ بهذه الجلابية الجميلة، الجلابية المغربي. شوفوا يا حبايبي هذه الجلابية ما شاء الله كلها تطريز بالخيط وبالفصوص وبالخرز. شوفوا كده معاها هذا الحزام المميز، ميز الجلابية المغربي. شو في حبايبي، هنا الجلابية تحسبوها قطعتين لكن هي قطعة واحدة. طبعا جلابية طويلة بأكمام طويلة. كل هذا حبايبي شوفوا تطريز. هالجلابية حبايبي سعرها 180 ريال، السعر قابل للتفاوض. المقاسات من 1 لـ 4. أنا سألته مقاس 4 إيش يمثل، قال لي 3X. واضح حبايبي يعني في منها مقاسات كبيرة. تعالوا نشوف، متوفرة الجلابية طبعا بألوان متعددة. دحين أوريكم الألوان الموجودة من هذه الجلابية، وأوريكم كمان الجلابية من الخلف. طيب يا حبايبي شوفوا الخلف من الجلابية، التطريز يكون في منطقة الظهر فقط. خلاص حبايبي، لكن بالنسبة للكم طبعا الكم نفسه من الأمام من الخلف نفس التطريز. خلاص حبايبي 180 ريال هذه الجلابية. تعالوا نشوف الألوان متوفرة من هذا الموديل. طيب يا حبايبي شوفوا اللون الثاني، اللون البينك، ايش رايكم فيه؟ عندنا اللون الثالث يا حبايبي اللون الاسود، طبعا لون مميز ومرغوب دائما في الجلابيات. طيب يا حبايبي عندنا درجة أخرى من اللون البينك، شوفوا أنا وريتكم درجة وهذه درجة ثانية. شوفوا يا حبايبي هذا اللون الأخير زي خرب زي كده فاتح. بدي أقول لكم إنه نوع القماش حبايبي زي شيفون. خلاص طبعا الجلابية مبطنة وساترة، حتى الأكمام يا حبايبي الأكمام أيضا مبطنة. شوفوا الأكمام أيضا مبطنة. 180 ريال هذه الجلابية، السعر قابل للتفاوض. المقاسات من 1 لـ 4. يلا تعالوا نشوف المزيد من الموديلات. طيب يا حبايبي نشوف الموديل الثاني. شوفوا هذه الجلابية حبايبي، هذه الجلابية ما شاء الله تبارك الله كلها تطريز يا حبايبي بالخيط زي ما احنا شايفين على الصدر وعلى منطقة الوسط وإلين الأسفل. شوفوا التطريز على الأكمام كمان. شوفوا يا حبايبي هذه القصات، هذه قصات في الكم، وفي نفس الجلابية قصات طولية عليها هذا التطريز بالخيط وبالفصوص زي ما احنا شايفين. هنا يا حبايبي هذا التصميم سعره 180 ريال، السعر قابل للتفاوض. المقاسات إلين دبل إكس. اللون هو اللون الأسود والشغل بلون مختلف. خلاص حبايبي هذا اللون الأورنج معانا، في لون تاني أيضا تعالوا نشوفه. طيب يا حبايبي شوفوا اللون التاني هو اللون الأحمر زي ما احنا شايفين. بدي أقول لكم إنه مع الجلابية حبايبي كده شوفوا حزام متصل معاها علشان يحدد منطقة الوسط. أذكركم بالسعر 180 ريال والسعر قابل للتفاوض. تعالوا أوريكم الجلابية أيضا من الخلف. شو يا حبايبي، إذن الخلف يا حبايبي شوفوا كده سادة ما في أي شيء. صراحة هذا شيء يعني جميل فيه إنه الخلف يكون بهذا الشكل. في حبايبي الحزام أيضا يديكي جمال، إزارة بطيخ. خلاص حبايبي. طيب يا حبايبي شو هذه الجلابية باللون الأصفر، هذه الجلابية مرة عجبتني.
جلابية حبايبي من الشيفون. أنا حوريكم هي طبعا عن قرب كمان. شو حبايبي عليها هذه الكلفة باللون الوردي، الأكمام طويلة بقصة كلوش طبقتين، عليها أيضا تطريز بالخرز والفصوص. حبايبي هذا التصميم سعره 180 ريال، مقاسات فري سايز. خلاص حبايبي هي واسعة تتضيق من الجنوب. احنا اوريكم الأربطة اللي استخدموها في تضييق الجلابية. تعالوا نشوف الجلابية عن قرب، نشوف تفاصيلها ونشوف الألوان أيضا المتوفرة من هذه الجلابية. طيب يا حبايبي وريتكم اللون الأصفر، هذا اللون السكري. شوفوا كده هنا من الجوانب أربطة كده تضييق أو توسيع الجلابية. شوفوا كده من الجهتين، من الجهتين يا حبايبي. خلاص كده شوفوا كمان التصميم من الخلف. شوفوا هذه الأبليكات يا حبايبي، وكمان عليها تطريز زي ما احنا شايفين بالخرز وبالفصوص. طيب يا حبايبي شوفوا كمان هي ده الأكمام اللي أقول لكم عليها، طبقتين طبقتين كلوش زي ما احنا شايفين، وعليها هذا التطريز. هذا اللون الثاني اللون السكري. تعالوا نشوف الألوان المتوفرة منها. بدي أقول لكم كمان يا حبايبي، لحظة بدي أقول لكم إنه كمان معاها شال. شوفوا بغينا ننسى قطعة الشال، قطعة شال يا حبايبي اللي تحب تلبس مع الجلابية، تحب تلبس طرحة أو تحب تلفها على حول رقبتها زي الوشاح. طيب يا حبايبي وريتكم اللون الأصفر على المنكان، وريتكم هذا اللون السكري، عندنا اللون التيفاني، عندنا اللون الكحلي أيضا. شوفوا كده عندنا اللون أيضا الوردي. السعر 180 ريال، سعر قابل للتفاوض. أذكركم بأنه المقاس هنا يا حبايبي فري سايز. إيش رأيكم في هذه الجلابية؟ صراحة أنا مرة عجبتني. طيب يا حبايبي نشوف هذه الجلابية باللون التيفاني. هالجلابية حبايبي طويلة بأكمام طويلة، عليها تطريز زي ما احنا شايفين بالترتر، طريقة يعني مبتكرة على الرقبة وكامل منتصف الأمام وعلى الأكمام. حبايبي تعالوا نشوفها عن قرب. هذه الجلابية سعرها 130 ريال، سعر قابل للتفاوض. المقاسات لين دبل إكس. خلاص حبايبي متوفر هذه الجلابية بألوان مختلفة. تعالوا نشوفها حبايبي هذه الجلابية. شوفوا شوفوها عن قرب، التطريز اللي عليها صراحة حبايبي باللون الأسود واللون الذهبي بالترتر، الترتر الكبير. شوفوا التطريز يتردد على الأكمام زي ما احنا شايفين. شوفوا كده التطريز إلى النهاية. خلاص يا حبايبي على الديل كمان أوريكم. شوفوا كده شوفوا على كامل الديل. هذا اللون التيفاني. شوفوا كمان عندنا اللون الأبيض، عندنا يا حبايبي اللون الأسود، عندنا أيضا هذا اللون درجة من درجات اللون الموف، لون غبار الورد. 130 ريال لهذه الجلابية والسعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي نشوف هذه الجلابية، هذه الجلابية طويلة أكمام طويلة. شوفوا كده عليها هذا الشغل بالخيط الذهبي وبالفصوص الذهبية. شوفوا يا حبايبي موديل الأكمام قصة وعليها تطريز، وعلى الأساور أيضا نفس التطريز. هنا يا حبايبي هذه الجلابية سعرها 130 ريال، سعر قابل للتفاوض. المقاسات لين دبل إكس. تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذه الجلابية. طيب يا حبايبي هذا اللون الموف، عندنا اللون الرصاصي الغامق، عندنا أيضا اللون الفضي أو الرصاصي الفاتح. خلاص يا حبايبي أذكركم بالسعر 130 ريال، السعر قابل للتفاوض. مقاسات لين دبل إكس. طيب يا حبايبي نشوف هذه الجلابية، الجلابية طويلة بأكمام طويلة. يعني يا حبايبي تبان كأنها قطعتين، هي يعني قطعة واحدة. شوف تصميمها، هذا كله يا حبايبي شغل بالخيط وبالفصوص. هذا التصميم يا حبايبي 130 ريال، المقاسات لين دبل إكس. تعالوا أوريكم الجلابية عن قرب ونشوف أيضا الألوان المتوفرة من هذا التصميم. طيب يا حبايبي شوفوا هذه الألوان متوفرة من هذه الجلابية. أيضا اللون اللي وريتكم هو على المانيكان، كمان عندنا اللون الموف، عندنا اللون الرصاصي الفاتح، عندنا اللون الوردي. خلاص يا حبايبي 130 ريال والسعر قابل للتفاوض. هنشوف المزيد من الجلابيات. طيب يا حبايبي عندنا أيضا هنا جلابية مميزة. شوف هذه الجلابية حبايبي قطعتين،
القطعة السفلية عبارة عن جلابية طويلة باللون الأبيض، أكمام طويلة عليها. هذه القطعة يا حبايبي من الساتان مشغول زي ما احنا شايفين بنقوشات بالخيط الفضي. شوفي يا حبايبي هذه القطعة سايبة تتربط من الجوانب بأربطة من الناحيتين، ومثبتة يا حبايبي من الكتف، من الكتفين مثبتة بالخياطة. خلاص يا حبايبي مدي شكل يعني مختلف تماما. شوفوا الأكمام يا حبايبي تقريبا أكمام طويلة و ثلاثة أرباع. خلاص يا حبايبي هذه الجلابية سعرها 150 ريال، سعر قابل للتفاوض طبعا. المقاسات لين دبل إكس، الألوان المتوفرة من هذه الجلابية ثلاثة، يعني كلها بتكون الجلابيات يا حبايبي بيضة، وعليها هذه القطعة هي اللي لونها مختلف، هنا باللون العودي، ثانية باللون الزيتي، ثالثة باللون الأسود. خلاص حبايبي كلها مشغولة بهذه النقوشات بالخيط الفضي. بس يا حبايبي شو حبايبي هذه الجلابية البيضة، جلابية طويلة من قماش الشيفون، أكمام حيرانة. شوفي يا حبايبي هذه النقوشات اللي عليها، أبليكات باللون مشتغلة باللون الذهبي، حزام خارجي. هذه الجلابية حبايبي سعرها 180 ريال، المقاسات لين دبل إكس، والسعر طبعا قابل للتفاوض. تعالوا أوريكم الجلابية عن قرب، وأوريكم أيضا الألوان المتوفرة من هذه الجلابية. طيب يا حبايبي شوفوا الألوان المتوفرة من هذه الجلابية، بدي أوريكم بس الكم. شوفوا كده يا حبايبي، شوفوا الكم كيف شكل الكم، زي مروحة زي ما احنا شايفين. كل هذه يا حبايبي أبليكات، وكلفة باللون الذهبي زي ما احنا شايفين، عليها فصوص ذهبي كده تبان لكم كأنها قطعتين، لكن هي حبايبي يعني قطعة واحدة تصل في بعضها. خلاص حبايبي هذا اللون الزيتي، وريتكم هذا اللون الأبيض اللي على المانيكان، عندنا اللون العودي أيضا، كمان اللون الكحلي. خلاص حبايبي طبعا حزام خارجي، شوفوا شوف الحزام، حزام خارجي إذا شئت تستعمليه، يعني هذا تقريبا يا حبايبي مغربي. شوفوا أوريكم الجلابية أيضا من الخلف. طيب يا حبايبي شوفوا الجلابية من الخلف، طبعا سادة ما عدا الكم هو عليه نفس الشغل. خلاص حبايبي طيب يا حبايبي نشوف هذه الجلابية، هذه الجلابية طويلة بأكمام طويلة. شوفوا حبايبي اللي يحبوا الشيء السيمبل، شوفوا حبايبي يعني هذا اللي تشوفوه زي كده يا حبايبي نقش بارز، عارفين يعني له بروز هذه القطعة الموجودة على نفس القماش، وكمان عليها كده تطريز خفيف بالخرز المكسر وبالسيلان من الجهتين. هذه الكلفة الحلوة ودي الدندوشة، شوفوا الكم، الكم عليه أيضا شوية تطريز، تطريز كده ناعم. هنا يا حبايبي السعر 150 ريال، المقاسات لين دبل إكس، طبعا السعر قابل للتفاوض كالعادة. شوفوا الألوان المتوفرة من هذا التصميم، وريتكم الموف الغامق، عندنا هنا الكحلي حبايبي، وعندنا كمان هتقولوا له المنقاوي، عندنا اللون الأزرق الفاتح أيضا أو السماوي، هذا لون جدا هادئ اللي يحب الألوان الهادئة. طيب يا حبايبي شوف هذه الجلابية، الجلابية حبايبي طويلة بأكمام طويلة، على حوافها كلفة مطرزة بالفصوص الملونة وبالسلاسل زي ما احنا شايفين. هذه الجلابية حبايبي سعرها 130 ريال، سعر قابل للتفاوض، المقاسات لين دبل اكس. تعالوا نشوف الجلابية عن قرب، وكمان نشوف الالوان المتوفرة من هذا التصميم. شوفوا حبايبي هذه الجلابية عن قرب، تعالوا اوريكم الفصوص حقتها. شوفوا هذه الكلفة كلها فصوص ملونة يا حبايبي، على اطرافها كده سلاسل، سلاسل باللون الفضي. شوفوا كمان نفس الشيء الاكمام، طبعا الكلفة لين النهاية زي ما احنا شايفين. هذا اللون الأبيض، عندنا اللون الرصاصي، اللون العودي، عندنا تقريبا يا حبايبي هنا تقريبا اللون الكافي، عندنا أيضا اللون الوردي. أذكركم بالسعر 130 ريال، السعر قابل للتفاوض. هذا طبعا هذا الموديل يا حبايبي حلو للي يحبوا الأشياء هنا أشياء نوعا ما إيش يعني ما هي مزدحمة بالتطريز. خلاص حبايبي تقريبا هي ما هي بسيطة مرة ولا هي كمان مزدحمة. شوفوا شو رايكم في هذا الموديل.
طيب يا حبايبي عندنا هذه الجلابيه، جلابيه طويله اكمام طويله، هل نقترب منها؟ هنا يا حبايبي هذا القماش، قماش مطبوع زي ما احنا شايفين كذا، القصات يا حبايبي مدخلين فيها ايضا لون ساده، اللون الاسود زي ما احنا شايفين في القصات في الجهتين، وعلى سفرة الصدر عليها هذا التطريز باللون بالخيط الذهبي، كل هذا احبابي تطريز، وبالفصوص الذهبية كمان نفس التطريز يتردد على الأساور تبع الأكمام زي ما احنا شايفين. هنا السعر يا حبايبي 130 ريال، السعر قابل للتفاوض، المقاسات الين دبل اكس، اوريكم ايضا التصميم من الخلف. طيب شوفي يا حبايبي ايضا عندنا كده ابليكة مطرزة بالخيوط الذهبية من الخلف زي ما احنا شايفين. خلاص يا حبايبي شوفوا الخلف كده، طبعا ما شاء الله جلابية متسعة وتستوعب مقاسات كبيرة، وفيها طبعا كل ما نزلنا لين الديل يكون التوسيع اكثر. خلاص يا حبايبي وريتكم هذا اللون الاسود، تعالوا اوريكم الالوان الاخرى. شوفوا عندنا اللون العودي، عندنا اللون الزيتي، كمان اللون الكحلي. خلاص يا حبايبي سعر 130 ريال، سعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي عندنا هذا التصميم، شوفوا هذه الجلابية يا حبايبي، جلابية باللون الأسود عليها تطريز كده إيتامين، ما شاء الله تطريز كثير يعني على منطقة الصدر والوسط إلى النهاية حبايبي، وعلى الأكمام أيضا. عفوا كم سعرها؟ 130 ريال، سعر قابل للتفاوض، المقاسات إلين دبل إكس. تعالوا أوريكم الجلابية حبايبي عن قرب ونشوفها كمان من الخلف. طيب شوفوا يا حبايبي طبعا التطريز زي ما اقول لكم الين الاسفل بالنسبه للامام وللاكمام، بالنسبه للخلف يا حبايبي الخلف بيكون ساده تماما. خلاص يا حبايبي هذا التصميم متوفر باللون الاسود فقط، اوريكم التصميم ايضا من الخلف. طيب يا حبايبي شوفوا التصميم من الخلف طبعا ساده، ما عدا طبعا الاكمام هي اللي بتكون التطريز عليها من الامام ومن الخلف. خلاص يا حبايبي. طيب يا حبايبي نشوف هذه الجلابية، جلابية طويلة أكمام طويلة، شوفوا هذا الشغل يا حبايبي المميز عليها بالخيوط وبالفصوص الملونة. هنا يا حبايبي سعر الموديل هذا 180 ريال، نقاسات لين دبل إكس، طبعا السعر قابل للتفاوض. تعالوا نشوف الجلابية عن قرب وأيضا نشوف الألوان المتوفرة من هذا التصميم. طيب يا حبايبي هذه الجلابية شوفوا كده، أوريكم إنه فيها قصة أفقية، شوفوا زم هذا قماش حبايبي، قماش قطن ناعم كده يصلح للأجواء الحارة. شوفوا كده يا حبايبي هذا الشغل، هذا كله شغل بالخيط وبالفصوص على الأكمام أيضا زي ما احنا شايفين. شوفوا كده على الأساور وعلى الأكمام منتصف الكم في الناحيتين وفي الخلف يا حبايبي أيضا. شوفوا أوريكم التصميم أيضا من الخلف. طيب يا حبايبي شوفوا التصميم من الخلف ايضا نفس الشغل، نفس الشغل يا حبايبي. شوفوا هذه زي قصات كده عرضيه وطوليه عليها نفس الشغل موجود في الناحيه الاماميه. شوفوا كمان هذا اللون الاخر متوفر من هذا التصميم، اللون العودي. خلاص يا حبايبي. طيب يا حبايبي نشوف هذا التصميم، هذه جلابيه طويله باكمام طويله، تعال نقترب منها. كل هذا يا حبايبي شغل ايتامين، شغل بالخيط زي ما احنا شايفين بالفصوص الملونة. شوف حبايبي شوفوا الأكمام، كل هذا شغل عليها. شوفوا كمان من الجوانب هذا الشغل، السعر 180 ريال، نقاسات لين دبل إكس. بدي أقول لكم يا حبايبي إنه المقاسات في هذه الجلابية جدا كبيرة، احنا أوريكم يعني إنه مقاس دبل إكس يعني يساوي 4 إكس. خلاص حبايبي بدي اوريكم كمان انه هنا في فتحه صغيره كده بكبسه ولا. خلاص اوريكم التصميم ايضا من الخلف. طيب يا حبايبي من الخلف بيكون ساده ما عدا طبعا هذه الجوانب بتكون مشتغله في الناحيتين وكمان الاكمام. خلاص يا حبايبي تعالوا اوريكم اللون الاخر متوفر من هذا التصميم، اوريكم قديش اتساعه. شوفي يا حبايبي طبعا نفس اللون الاسود لكن الشغل لون الشغل يختلف هنا باللون الأحمر واللون الأخضر زي ما احنا شايفين. بدي أوريكم يا حبايبي هذا المقاس الكبير، احنا أوريكم قديش هو متسع. شوفوا يا حبايبي قديش اتساعه،
طبعا هاد دبل اكس، لكن هو لا ابدا ما يجي دبل اكس، هذا يا حبايبي ممكن يجي 4 أو 5 اكس. خلاص اللي مقاسها كبير باذن الله لا تشيل هم، موجود موجود جلابيات هنا ممكن تلاقي كمان غير هذا التصميم. خلاص يا حبايبي. طيب يا حبايبي نشوف هذه الجلابيه معانا، جلابيه مطرزه بالخيط زي ما احنا شايفين، والفصوص قصات واتساع من الاسفل يا حبايبي. سعر الجلابيه هنا 180 ريال، المقاسات اللي عند دبل اكس، السعر طبعا قابل للتفاوت. تعالوا نشوف الجلابية عن قرب، نشوف تفاصيلها، نشوف الألوان المتوفرة منها. طيب يا حبايبي هذه الجلابية شوفوا كذا، كل هذا يا حبايبي تطريز زي ما احنا شايفين، قصات تنزل كذا باتساع. شوفوا كل ما نزلنا للديل يكون اتساع أكبر. كمان يا حبايبي شوفوا في حزام متصل مع نفس الجلابية علشان تقدر تحدد الوسط يا حبايبي. كل هذا تطريز بالخيط وبالفصوص المموجه. شوفوا كمان الاكمام، شوفوا موديل الاكمام كيف يجيكم زي قصه كده، وبعدين يجي متسع يعني كلوش تقريبا، بس يعني اتساع بسيط. خلاص حبايبي شوفوا كده كمان فتحه بسيطه كده مع كبسوله. اوريكم التصميم ايضا من الخلف. شوفوا يا حبايبي طبعا التصميم بيكون ساده ما عدا هي الاكمام اللي تكون مطرزه من الامام من الخلف. خلاص يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. طبعا اقول لكم انه الجلابيات حبايبي كلها لونها اسود هذا التصميم، لكن لون الشغل هو المختلف. شوفوا هنا اللون الوردي، اذا هنا اللون الاخضر، ايضا تطريز على اخضر وازرق زي ما احنا شايفين. السعر 180 ريال، سعر قابل للتفاوض. شوفوا يا حبايبي هذه الجلابية، جلابية طويلة بأكمام طويلة، كل هذا يا حبايبي عليها شغل، شغل بالخيط وبالفصوص. كمان شوف في المنتصف صف من اللؤلؤ، حزام خارجي زي ما احنا شايفين، هذه مغربي يا حبايبي. الجلابية هذه سعرها 150 ريال، سعر قابل للتفاوض. المقاسات إلين من 1 إلين 4 يا حبايبي، 4 تقريبا يمثل 3 إكس. تعالوا نشوف الجلابية عن قرب ونشوف الألوان المتوفرة من هذا التصميم. طيب يا حبايبي هذه الجلابية شوفوا كل هذا التطريز عليها من البداية للنهاية. أوريكم الأكمام أيضا، شوفوا كده يا حبايبي كل هذا شغل. هذه حبايبي الأزارير، زارير حلية خلاص حبايبي من اللؤلؤ. حزام خارجي هذا اللون الوردي. طبعا الجلابية حبايبي من قماش الشيفون المبطن، مبطن يا حبايبي، وحتى الكم مبطن. خلاص الناس اللي تحب البطانة شوفوا حتى الكم مبطن، كم طويل. شوفوا الألوان متوفرة من هذا التصميم، اللون الزيتي، عندنا كمان اللون الأسود، كمان اللون السكري. خلاص يا حبايبي أوريكم التصميم أيضا من الخلف. شوفوا يا حبايبي جلابية من الخلف سادة، ما عدا طبعا زي ما أقول لكم الأكمام دائما هي اللي تجي مطرزة من الأمام ومن الخلف. طيب يا حبايبي بدي اقول لكم انه محل العوفي عندهم رقم للتواصل. شوف حبايبي هذا الرقم، المسؤول ابو علي، الرقم واضح قدامكم يا حبايبي. عندهم خدمة التوصيل داخل مكة، طبعا التوصيل يا حبايبي والشحن على حساب الزبون، توصيل داخل مكة، شحن على حساب الزبون ايضا لبقية مدن المملكة بعد تحويل المبلغ. خلاص حبايبي احفظوا الرقم عندكم وتواصلوا مع المسؤول ابو علي، الله يعطيكم العافية. إن شاء الله تكون جولة اليوم عجبتكم لمحل العوفي. يا حبايبي بدي أقول لكم إنه عندهم كمان قمصان بيتي، تبتدي أسعارها من 30 إلى 50 ريال. بالنسبة لمقاساتها ممكن توصل في بعض الموديلات ل3 إكس. خلاص يا حبايبي عندهم أيضا شراش الصلاة تبدأ أسعارها من 30 إلى 50 ريال. عندهم أيضا سجاديد صلاة. إحنا اليوم طبعا ركزنا على الجلابيات، إن شاء الله تكون الجلابيات عجبتكم ونالت استحسانكم. يا حبايبي لو عجبتكم فيديوهاتي يا ريت تنشروها، حطوا لي لايكات كثيرة إذا شفتوا إنه الفيديوهات تستحق. إذا عجبتكم القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.